بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده أكلمكم عن نظام الدش المركزي أو اللي احنا بنسميه MATV Master Antenna Television System أو بيسموه SMATV. SMATV معناها Satellite Master Antenna Television System. وبما ان احنا دخلنا في الدش المركزي، من اهم المكونات في هذا النظام اللي هي الانتنة او الاريال. وبما ان احنا بنتكلم عن الانتنة، لازم تبدأ حضرتك تعرف الفرق بين الـ UHF الـ Ultra High Frequency والـ VHF الـ Very High Frequency. هنبدأ نتعرف على المكونات الخاصة بأنظمة الدش المركزي. هنبدأ نشوف ايه هي التابات او بيسموها التاب اوف. هنبدأ نتعرف على السبليترز المختلفة، هنشوف يعني ايه امبليفاير وايه لازمة الامبليفاير داخل نظام الدش المركزي، هنشوف مكونات زي السيبريتور، هنبدأ نتعرف على مكون مهم جدا في الدش المركزي اللي هو ال LNB اللو نويز بلوك، وكمان هنبدأ نشوف الدش فريم، هنبدأ نتعرف على المالتي سويتشز الموجودة في أنظمة الدش المركزي، وهنعرف الـ IF distribution او الـ intermediate distribution تمام الموجودة داخل أنظمة الدش المركزي، وهنبدأ نشوف المواصفات الفنية لهذا النظام، ونبدأ نتعرف على جداول الكميات لأنظمة الدش المركزي، ونبدأ نتعرف على المخططات ونشوف تصميمات مختلفة لأنظمة الدش المركزي ومخططات كتير ان شاء الله عن أنظمة الدش المركزي. النيكست ستيب ان شاء الله في الفيديوهات هنبدأ نتعرف على الـ IPTV، وهنبدأ نعرف خاصية مهمة جدا في الـ IPTV اللي هي بيسموها الـ VOD او الفيديو اون ديماند. الفيديو اون ديماند هنبدأ نتعرف على مفهوم البث الرقمي ومفهوم البث التلفزيوني بالتفصيل. هنبدأ نشوف الاي بي تي في ازاي بتشتغل، وهنبدأ نشوف ايه هي مميزات الاي بي تي في في سلسلة كبيرة ان شاء الله من الفيديوهات الخاصة بأنظمة الدش المركزي. استنونا في الفيديوهات القادمة، ويلا بينا نبدأ الفيديوهات.